أصل الحياة كلها مطبات، الحياة مش ماشية كده على طول. الحياة يعني سبحان الله، يعني وكل يوم هو في شأن. ممكن تضيعها من حقوقك كرمال الآخرين. ربنا فرد البحر ومده وده كل واحد على قده، وتسود الفوضى البلاد. أنا بقول الميديا دي فعلا دمرت حياة ناس كتير قوي. الزواج ده سبحان الله بيبقى عقد جواز فعلا، يا إما يستمر يا إما ينتهي. بضايقك من جوا، الناس شايفينك نجمة كبيرة وحد بهينك بالبيت. قديه بتحس انه انا مكسورة؟ ده عملي المستحيل عشان اتجوزه، انا سبته وسبت ربنا. تزوجه تجربة فاشلة. خد بالك، انت ظلمتها فهيجي اللي هيظلمك. وتحيا الستات هو عنوان عريض لستات كان عندهم تجاربهم الخاصة بالحياة العملية، بالحياة الخاصة، بالحياة المهنية، وكيف إذا كانوا تاريخ كبير مثل ضيفتنا اللي بحبها وهي بتعرف من إمتى، اللي جمالها الداخلي عم يعكس نور حبيبتي على استديوهاتنا وجودها معنا الليلة. عفاف شعيب بدي حييكي، وقلك الأبيض اللي لابستي هو المنور ولا هالجمال الناصع من جوا كمان؟ أنت اللي منورة والله، أنت اللي منورة، أنت اللي جميلة حبيبتي. حكينا كتير عن الرجل وحكينا عن الست، خلينا نحكي شوي عن موضوع قلق كتار وتحدثوا عنه كتار، موضوع الحجاب. هلأ تناولناه وقلنا عنه بعض التفاصيل، ولكن كتار بيقولوا ما زالت حجبت هي تمثل وترجع للتمثيل لي؟ أكيد هيدا السؤال سمعتي كتير. أكيد. والله بص حضرتك، أنا ما رجعت من أمريكا وتوفت أمي الله يرحمها. الله يرحمها. فلقيت بقى المخرجين عمالين يطلبوني إن أنا أرجع أمثل بالحجاب. فسألت الحاجة ياسمين الخيام، قلت لها يا حاجة الناس يعني كل الوقت عايزني أنزل أشتغلوا بالحجاب. فقلت لي أقول لك تعالي. رحنا للشيخ متولي الشعراوي رحمة الله عليه، وقال لي وماله يا بنتي، يا سلام عليكي وانت في الشهد والدمع وانت رابطه كده الرابطه دي وطالعه بتقولي كلمه كويسه لاولادك وبتعلمي الناس، اطلعي، ما هو لازم يكون في ده وفي ده، خليكي متواجده، يعني ايه اللي يمنع؟ قلت له يعني انزل يا مولانا. قال لي انزلي. وحتى كمان الشيخ عطيه صقر برضه الله يرحمه، ده شيخ كبير يعني برضه كان معروف في اذاعه القران الكريم والاحاديث وفتاه، وسالته كنت برضه بصور حاجه كده ولقيته، قلت له مولانا انا خايفه بقى. قال لي لا مثلي يا بنتي طالما بتقولي كلمه كويسه وبالحجاب، ايه اللي يمنع؟ فخلاص خدت الفتوى من اتنين كبار قوي يعني. فالحمد لله رب العالمين، فانا مش شايفه ان في اي مشكله دلوقتي. صح انك اي سيناريو بيتعرض عليكي تستشيري فيه قبل ما تمثلي؟ لا انا لازم اقرا كويس قوي وافهمه كويس قوي واعرف، يعني ما انا صغيره بقى خلاص فهمت. اوكي يعني فهمت ايه اللي مطلوب مني. يعني ما بتستشيري بعض الشيوخ اذا بتقبلي هذا الدور؟ لا، لان ممكن شيوخ يشتتوا عقلي. فما بقتش اسال خلاص. يعني انا عملت مسلسل العار كان بيقول كلمه حلوه وكلمه مفيده للناس وكله مبني على الحلال والحرام. مسلسل نجح جدا وكسر الدنيا يعني، فده وانا بحجابي. ف بالعكس انت بتقولي كلمه كويسه لصالح الناس، بتعلميهم بتفهميهم ايه الدنيا دي وايه الحلال وايه الحرام وفي ما الحلال وفي ما الحرام، طالما في هدف من خلاله انساني وهدف تربوي، هدف تثقيفي، خلاص. هدف ارشادي، فما يمنعش، ايه اللي يمنع؟ يعني بالعكس في شيوخ كتير مؤيدة ان يعني المرأة تطلع بالحجاب. وزي ما قال لي متولي شعراوي رحمة الله عليه، مولانا متولي شعراوي قال لك يا بنتي لازم يكون في المحجبة وغير المحجبة. طب ايه رأيك اللي هي بتكون بالأصل محجبة بس وقتها بتلعب دور بتحط الباروكة؟ والله بصي، العيب مش عليها، العيب على اللي اداها الفتوى مش منها. انت برأيك هي بحاجة تسمع فتوى عشان تعمل الدور ده ولا لا؟ هي مش عارفة مثلا؟ لا ما اعرفش، يمكن تكون مش عارفة. بس انا عن نفسي انا لو قالوا لي البسي باروكة لا طبعا مش هلبس. لما يكون ايه استحالة يعني. تفسيرها ايه ده؟
والله كل واحد له ظروفه بقى، ما تعرفيش ايه الظروف وايه يعني حياه الناس ايه. يعني في ناس كتير ظروفها ممكن يعني تعمل حاجة وهي مش مقتنعة بيها لكن بتعملها عشان لقمة العيش، يعني عشان ممكن الظهور. لأن كل واحد يعني الحياة بقت صعبة، خلينا نكون صراحة، والحياة بقت يعني مش سهلة زي الأول. فواحدة بتربي ولادها وبتعلمهم أحسن تعليم، فهتعمل إيه؟ مش معقولة تفضل قاعدة في البيت مستنية لما دور يجي لها بالحجاب، أو لازم تمشي أمورها، فيعني لأنها مسؤولة عن بيت وعن أسرة وعن عيلة، يعني سواء هي أو غيرها، يعني مش ما أقصدش حد معين. فكل واحد أضرب حياته وكل واحد أضرب ظروفه، يعني قدرت تلاقي له المبررات. لا والله أبدا، لا ودي حقيقة فعلا. يعني أنا شايفة برضو في فنانات مظلومات في الوسط الفني، يعني في فنانين وفنانين محترمين جدا وعظام جدا وقاعدين في بيوتهم. فاهمين مين على سبيل المثال؟ لا يعني في ناس اسماء كبيره، لده اقول اسمائهم عشان ما يضايقوش يعني، لكن فنانين لهم ثقل ولهم وضع ولهم كيان ما ينفعش. يعني حتى كنا في ندوه قريب قوي، بصيت لقيت كل الندوه كلهم الجيل بتاعي الحلو او الجيل اللي قبل مني او الجيل اللي قبل مني. بقيت سعيده جدا وانا شايفاهم، وفي نفس الوقت متضايقه ان يعني قاعدين في بيوتهم، انهم قاعدين في بيوتهم، ورجاله كتير جدا فنانين كبار وعظام قاعدين في بيوتهم. ما ينفعش ما ينفعش. الفنان يعطي الى ربنا سبحانه وتعالى ما يجيله اجل يعني، او بيفتكره لانه قادر على العطاء. ليه بتقعده ببيته؟ سواء أو ليه بتخلي شاب صغير يقدم واحد كبير بالسن تعمل له شعره ابيض وتحط له شنب ابيض عشان تبينه اكبر من دون ما تستثمر هالطاقات الكبيره؟ ما ينفعش، كلها خبره اصلا. ما ينفعش. وبعدين شوفي حضرتك كل المسلسلات التركي، وان كنت ما بحبش التركي ده خالص، شوفي المسلسلات الهندي تلاقي الامريكانيه والامريكان، تلاقي الاب والام هم الاساس، وبعدين بقيه الولاد وبقيه العيله. فشوفي بيحترموا اللي هو الشخصيات اللي هي الجراندات الجراند الكبار سواء الاب او الام، وتلاقي الاب والام عامل اساسي في كل الاعمال. هنا عندنا لا، بتبقى الام مهمشه والاب مهمش مالوش دور. نادرا لما تلاقي حاجه دور كويس للام او دور كويس للاب. ليه هما طلعوا شطاني؟ هو كل واحد شاب مالوش اب مالوش ام في الحياه؟ ما ينفعش كمان. يعني هذا مبرر اذا بدك لبعض الشخصيات اللي كانت مرتديه الحجاب تطلع تمثل بالباروكة عشان تلاقي فرص عمل؟ مبرر يعني كل واحد مش عايزه تقعيني. كل واحد بصي هو شايف نفسه وظروفه ايه. يعني كل واحد اضرب حياته. فعنا صوره هنشوفها للفنانه شهيره الفنانه سهير رمزي، واللي عملوا جدل كتير كبير على السوشيال ميديا. موضوع الحجاب اخذ جدل ما بعرف اذا هالقد بيستحق. شفنا هنبتدي بالفنانه شهيره كيف شالت الحجاب. شو موقفك من اللي حصل؟ وجهه نظرك، رايك؟ انا بصراحه زعلت واتضايقت، لان دول الاثنين بقالهم 27 سنه هاو ليه؟ بعد 27 سنه بتقلعوا ليه؟ كملوا، هو كل واحد حر. طب ليه؟ انا ما اعرفش والله، ما اعرف، اقسم بالله ما اعرف. فرص عمل ممكن؟ ما اعرفش، ما عنديش فكره، ما اعرفش. انا اصل بقالي كتير ما يعني مش محتكه بيه. بس زعلت. زعلت طبعا بعد السنين دي كلها، وناس كانت حباهم بالحجاب، وهم الاثنين ما شاء الله عليهم حلوين وامامير وكل حاجه يعني. فايه اللي ما اعرفش ايه اللي خلاهم طلعت في دماغهم، او اكيد حد وسوس لهم قال لهم حجاب ايه يعني تخلعوا ليه. يعني انا زعلت بصراحه وكل الناس زعلت، لكن هم حرين. انا ما اقدرش اقول. طب لو كان ما استغرق 27 عام، لانه في منهم فنانات اصغر سنا ارتدوا الحجاب لفتره كم سنه وخلعوا فيما بعد. يعني انا كان لو كانوا خلعوا من 10 سنين كان ماشي، لكن دلوقتي ليه؟ وبهذا السن؟ وبهذا السن؟ بهذا السن؟ يعني ما ينفعش.
كل واحد حر. يعني حلا شي حال من خلعة الحجاب مقبول أكثر؟ والله برضو مش مقبول. طب لبستي ليه؟ لبستي ليه؟ ما أنا أعرف، بس يعني أنا عايز أسأل سؤال، اللي بتلبس الحجاب بتلبسه ليه؟ هل أنت مقتنعة بيه ولا مش مقتنعة بيه؟ ولا أنت بس منظر؟ ولا عشان إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟ أوف، ما هو كده ما ينفعش. خطير اللي عم تقوليه. طب أنا بقول، أنا مش بقول على حلا، أنا بقول على أي حد. ما ينفعش يا تلبسيه وانت مقتنعة تماما إن ده فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى اللي فرضها على كل الأديان السماوية، يا ما تلبسوهوش ليه؟ يعني هم في الأول قالوا طلعوا علينا قبضوا فلوس وعملوا فلوس، إيه اللي قبضناها؟ أنا هو بقولها معاكي وانت طبعا متألقة ومشهورة والناس بتحبك وكل الناس هتفرج عليكي، أنا بقول اللي جه اداني مليم يواجهني، وقلتها أكتر من مرة في برامج على الهواء، فيش حد خد فلوس لا أنا ولا غيري خالص. جابوا منين الكلام ده؟ يعني فلوس إيه؟ لا هما سوري بقى بيدوا الواحدة تقلع، لكن واحدة تلبس وتغطي شعرها وتغطي جسمها ليه؟ لا عشان يكون ممكن يكونوا قدوة، قدوة لكتار من البنات والصبايا. آه بس أنا بقول خلاص، يعني خلاص الواحد وصل لسن معين، صعب إن أنت الوقت لو تدفعيلي مليار جنيه دولار حتى وتقوليلي خلاي مش هقلع، خلاص ما أقدرش، يعني خلاص ده اتفرض عليا مش لعب عيال. بس دايما بيقولوا لك ما حدش يعرف في إيه بينها وبين ربها، ونعم يعني بالله حصل إيه. يعني بصي في كتير جدا مش محجبات وقمة الأدب والالتزام والأخلاق والصلاة والعبادة والصيام، أحسن من كده مفيش حقيقي. صح. وأعرف ستات كتير جدا ويزكوا بما يرضي الله ويتصدقوا بما يرضي الله، ولا ده يعني أنا شفت حاجات كتيرة جدا، شفت العجب العجاب. أنا لو أحكي معاكي مش أخلص على قضية الحجاب والنقاب واللي خلعت واللي لبست والكلام ده كله، حكاية مش قضية حجاب ولا، قلت ده سلوك، سلوك وتصرفات. لكن خلاص انتوا عديتوا سن معين ما ينفعش، وفي نفس الوقت كل واحد حر، هم أحرار، تقدريش تقولي في دي حاجة، هم شايفين خلاص ان هم. بس انت مش راضيكي حتى الأصغر سنا، يعني بتقولي لي بزعل على اللي بيحصل يعني حتى طبعًا. الأصغر مش ضروري بس. والناس زعلت، الناس كتير زعلت، والناس بقوا يكلموني أنا كما لو كنت أنا اللي خلعت. رجعيهم تاني، قولي لهم تاني عيب، وأنا مالي، هم حرين. ما أقدرش أقول لهم، ما أنا قابلت شهيرة وقابلت سهير، ما أقدرش أقول لهم هم حرين. كل واحد حر. وفي ناس يعني مش عاوزة تبقى أمانة، بتضحك على نفسها وبتضحك تقول لك لا أنا يعني مش عاوزة أمثل، بس مش عاوزة يكون في حاجة مفروضة علي، أنا عاوزة أتحرر من الموضوع. هو مين اللي فرض عليهم؟ ما حدش فرض عليهم. يمكن هي يمكن منا وبين نفسها، أو ما حدش فرض عليهم قصة حاجة. حب يمكن حاجة جديدة بحياتهم زي ما أنت بتقولي يعني. الله أعلم بقى. أيه؟ الله أعلم. أه؟ في كتير من الستات يعني بيكون في. لا بس الاثنين متجوزين وزي الفل. بحكي عن حلا أنا كنت. آه لا أيه؟ حلا خاصة بقى يعني. أيه؟ يعني ربنا يردها ردا جميلا، يعني هي ماشي خلعت بس بقى تلتزم باللبس بتاعها. انت دقتي طعم الطاعه ودقتي يعني ايه التزام وعرفتي، فالتزمي بحدود معينه، ما ينفعش يبقى كده مره واحده اقلع كل حاجه يعني. ده يعني ما اعرفش ده اللي اتقال لي، انا ما شفتش لكن سمعت انه اصبحت النقيض للي كانت فيه للاسف. يمكن انا ما شفتهاش على فكره، ولا كلمتها ولا حتى هكلمها، عشان هي حرة، كل واحد شايف نفسه في بالطريقة اللي تعجبه. يعني ما أقدرش أفرض على حد حاجة، ولا أنت تقدر تفرضي عليا ولا أنا أقدر أفرض عليكي، خلاص كل واحد حر، كل واحد شايف إيه اللي ممكن يعمله. هي شايفة حياتها كده خلاص، هي حرة. تزعلي لما بتخلع الحجاب ولكن بتدعي للبس الحجاب للفنانات؟ لا كل واحد حر، عمري ما دعيت حد وقلت له البس الحجاب في حياتي، يعني 27 سنة ما قلتش لحد، وإن كان كانوا في ناس بيفتروا عليا وبيقولوا عفاف شعيب قابلتنا وقالت لنا اتحجبوا، كدابين
حصل الكلام ده. كدابين اقول لك في وشهم، ولا اتناقشت معاهم. لا، في ناس بتحب تبين نفسها، يعني انه انت انه من جراء نصيحه خاصه مني. يعني قالت لنا اتحجبوا، لا اتنقابوا، لا ايه ده، ايه الكلام العبيط ده؟ لا ما فيش الكلام ده. ما اقولش انا كده، كل واحد حر. انا مقتنعه تماما باني انا اتحجبت عن قناعه وعن رضا من الله سبحانه وتعالى، واستخرت ربنا، وجي اخويا الله يرحمه ويحسن اليه في رؤيه طويله عريضه رساله كده سابها لي وقال لي كذا 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 كذا، فحسيت ان دي حاجه ليا انا مخصوص، فخلاص. فما عن قناعه عن قناعه عن قناعه الحمد لله. فدلوقتي لما تدفعي لي مليارات وتقولي لا مش هقلع الحجاب، استحاله يعني. لو قد ما تكون الاغراءات كما يقال، خلاص الحمد لله انا راضيه بكده ومقتنعه بكده والحمد لله، وربنا يسبكني الى ان القى يا رب المزيد والمزيد يا رب. فاصل مشاهدينا ونواصل اللقاء. متابعين لقائنا مع ضيفتنا الفنانة عفاف شعيب. عفاف، رح أخذك شوي لثورة 25 يناير. قلتي كلام بوقتها زعل كتار منك، لسه مصرة على هالكلام ولا ندمت عليه بوقته؟ أنا قلت إن دي مؤامرة، وفعلا مؤامرة، ولا حد ينكر إنها مؤامرة. دي مؤامرة على مصر وعلى الوطن العربي. فأنا قلت يا جماعة اهدوا شوية. وحتى من ضمن الأحاديث، يعني الحوارات اللي اتعملت، قلت لهم اصبروا شوية. لما كان الرئيس حسني مبارك ربنا يمسيه بالخير، قلت لهم ادوا له فرصة 6 شهور لغاية ما نشوف البلد تتظبط. أنا كنت خايفة على مصر، كنت خايفة على البلد، لأني حسيت إن في ناس كتير متوغلة في ميدان التحرير بينفذوا أجندات. للأسف عرفت ده، لأن كان ليا أخ اللي توفى، كان عايش في أمريكا، كان كل شوية يكلمني عفاف في مؤامرة على مصر. أقول له مؤامرة إيه يا صلاح؟ يقول لي اسمع اللي بقول لك عليه، التليفونات متراقبة من عندنا، أنا بقول لك أهو أوعى تنزلوا التحرير. قلت له تحرير إيه؟ ما كنتش أعرف لسه تحرير إيه. فقال لي أوعى تنزلي، قولي لإخواتك، قولي لأولاد إخواتك. بقى يكلم كل واحد من اخواتي واولادهم واحد واحد، يقول لهم ما تنزلوش التحرير. انا فاكره كويس قوي كنت بصور مسلسل اسمه دوران شبرا، وكان معانا ولاد بعد ما نخلص التصوير ينزلوا يقعدوا في التحرير. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه في التحرير؟ قال لك لا ده موضوع كبير قوي. ففي ممثلين للاسف ضد البلد وضد النظام وضد الجيش وضد الشرطة، المهم دورهم انهم يدمروا مصر. بيني وبينك انا اتجننت، زعلت. يعني ازاي انت يهون عليك تبيع بلدك، او انت يهون عليك تبيع بيتك او اهلك او امك او اختك او عمك او جارك؟ ازاي؟ هل معقولة بالبساطة دي مصر كده؟ يعني رخيصه قوي كده، باعها كده بالساهل يعني. يعني انا بصراحه كان قلبي محروق، كنت مش عايزه اقول لك. الفتره دي كانت فتره عصيبه بالنسبه لي. لو تقولي لي ايه اصعب حاجه في حياتك اقول لك ثوره يناير. وانت اصلا اتطلقت ثاني جواز عشان كان عاوزك تسيبي مصر وما سبتيهاش وما رضيتش اسيبها. تخيلي بقى. فيعني فحسيت ان فعلا المؤامره كبيره قوي. وللاسف الولاد اللي كانوا معانا مساعدين اخراج في المسلسل، كنت اقول لهم مين كان موجود معاكم؟ يقولوا لي فلان وفلان 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 وفلان. قلت له طب لما تروح خليني اكلم فلان واكلم فلان. كلمتيهم؟ ما رضيوش. خدت موقف؟ طبعا خدت موقف منهم. عملت عرفت إيه؟ انهم خونه، خونه للبلد. انت لا تصلح انك تكون مصري، ولا تصلح ان يكون معاك باسبور مصري، ولا تصلح انك تقعد في ارض مصر اللي شربت من نيلها.
واديتك كل حاجة، اديتك الشهرة، اديتك النجاح، اديتك المال، اديتك الفلوس، اديتك حب الناس، ليه؟ ليه؟ أنا بصراحة يعني بقيت متضايقة جدا، وعارفة إن المؤامرة، وفعلا وده أثبت لي كلام أخويا اللي يقول لي في مؤامرة على مصر، فحسيت إن فعلا المؤامرة كبيرة قوي والأجندات بتتنفس. وإيه قصة بينزلوا بياكلوا بالشيراتون وبيتعشوا في الشيراتون؟ طبعا كانوا كل يوم كلهم كانوا في الشيراتون وفي سميراميس وبيتعشوا أفخم عشاء وأحسن أكل، وكانوا بيتفسحوا ومعاهم فلوس منين؟ ودولارات منين؟ إيه تقصد إيه؟ أقصد إنهم خونة، اشتروهم يعني. اشتروهم طبعا، كانت واضحة تماما. عمرو واكد، خالد أبو النجا، ما أعرفش بقى، الله يهديهم ويصلح لهم حالهم. يعني أنا زعلت، بقيت مقهورة على بلدي. مصر ما تستاهلش كل ده. وبعدين بس يعني ده هيزعل كمان منك أهالي الشهداء كمان. إيه؟ هيزعل بعض أهالي الشهداء. يزعلهم يعني بعض الكلام دلوقتي، كأنه نوع من استهزاء إذا بدك إلى حد ما. طبعا اللي ماتوا، اللي ماتوا لا يا خب، ده على عيني وراسي، على عيني وراسي. بس في نفس الوقت أنا ما بتكلمش على دول، أنا بتكلم على اللي خانوا وعلى اللي باعوا. أنت عم تحكي عن العناصر اللي العناصر الشهر. لكن الشهداء لا، الله يرحمه في جنة الخلد والنعيم. أنا ما بتكلمش على دول خالص. حتى في بعض الناس يعني استهزأوا بعض الشيء بالكلام اللي قلتيه، إنه بنت أخويا كانت عاوزة تاكل بيتزا وما كلتش البيتزا. بصي أنا يعني وقفت عند هالتفاصيل الصحافي، إنه بلها بالبيتزا وبلها بال، كانوا شالوا كلام وحطوا الكلام ده. مش دي الحقيقة. لا، هما حاولوا يلعبوا في الكلام ده. أنا كنت حاضرة في فترة من الفترات، بعدها بكده الأمور هديت شوية، وكنت حاضرة معزومة على عشاء، وبصيت لقيت خمسة من الإخوان وأنا ما أعرفهمش. مين دول؟ أنا ما بس ناس بتقول كده، قابلوني أول ما شافوني. على فكرة والله العظيم يا أستاذ، إحنا مالناش دعوة باللي كتب. قلت له إيه اللي كتب؟ قال لي اللي كتب عنك في ال، قلت له هو انتوا منهم ولا ايه؟ لا 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 لا، مالناش دعوه. قلت ايه الناس دول؟ اشكال غريبه، واقسم بالله العلي العظيم اول مره واخر مره اشوفهم. الله، كاد المريب ان يقول خذوني. طب انت قايم من على الكرسي وسايب العشاء بتاعك عشان تقوم تقول لي الكلمتين؟ كلهم اول ما شافوني قاموا وقفوا. والله احنا مالناش دعوه، ما كتبناش عن حضرتك حاجه. عرفت بقى يعني عم ببرر قبل ما تساليه. ان ورا المؤامره دي كلها وان الكلام ده عليا كله، ان هم كانوا ناس معينين عاملين الحكايه دي. فقلت القافله تسير والكلاب تعو، انا ولا يهمني، خليهم يقولوا، انا يهمني بلدي. انت حتى قلت كمان وانذكر من 4 سنين في داعيه اخواني طلب يتجوزك، صح؟ لا ده في وقتها طلب يتجوزك؟ طلب يتجوزني وانا رفضت طبعا. وبعدين يقول ايه؟ ده انا جاي وهعمل وخلي وهعمل دمر ليبيا. مين انت؟ مين انت؟ بيقول لك الك انت الكلام. ايوه ده. وهم كانوا عايزين يضموني ليهم باي طريقه، ما عرفوش. حاولوا طبعا، حاولوا في الفتره دي. ازاي؟ يعني حاولوا بقى تليفونات ومكالمات. وكنت في تركيا، كنت بتكرم من السفاره المصريه. وبصيت لقيت ناس كتير جدا بيكلموني، والتليفونات، انت فين؟ في ايه يا جماعه؟ لا احنا عايزين نشوفك، عايزين نقابلك، تقابلوني ليه؟ يعني بصفاتكم ايه؟ وعشان ايه؟ فلقيت المساله فيها لغز. تحت مظله ايه؟ ما اعرفش، انا خفت. مين دول؟ فانا من نوع اللي اما بحب اقول حاجه بقولها، ما بيهمنيش، ما بتفرقش معايا. فاهماني؟ يعني ما بخافش غير من الله سبحانه وتعالى. وطالما انا صح بقول، ما بتفرقش مع، انا بحب بلدي وبعشق بلدي وهفضل احب بلدي لغايه ما اموت. دي مصر يا جماعه، معلش، دي مصر. حاولوا يعني بكافه الطرق ان يضموني ليهم، ما عرفوش. حتى يمكن قصة مسألة الزواج دي ممكن تكون تركيبة، حتى مسألة علشان انضم ليهم دي تركيبة ممكن. أيوة. تكون قلت والله لو هيدفع لي ده، يعني لدرجة اغراني بالفلوس. قلت له لو هتدفع لي 50 مليار مش هوافق بيك. مين انت؟ شفتيه فين؟ ده كلمني. كلمني على التليفون وانا في تركيا. تعرفيه من قبل؟ طبعا، داعية كبير. طبعا يعني، بس انا يعني ايه ده؟ لا بصي، ان الله، آية
صريحة في القرآن الكريم إن الله يكره الخائنين إلا الخاين ده. الوطن غالي قوي 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 قوي. وبعدين أديكي شايفة كل اللي حوالينا، كل الحمد لله بيجي على مصر. نعم. ومصر مفتوحة للجميع. صح. ومصر فعلا أم الدنيا وبتستقبل كل يوم ملايين البشر وفتحة جناحاتها للجميع. فدي مصر الأم، إزاي أنا أخونها؟ إزاي أعمل؟ ولا خيانة أي بلد. ده أنا أما أسمع أن حد في أي بلد عربي خان بلده بقوله اخص عليك، ما عرفوش يربوك، ما شبعتش من بلدك ليه؟ ليه؟ أو حد يطلع يشتم في بلده أو يشتم في القنوات الفضائية ويقول كذا وكذا زي ما حصل ليه؟ فأنا بصراحة وفي ناس كتير كنت أعرفهم سافروا برا تركيا وكنت بشوفهم بقابلهم في النادي وناس عاديين جدا وطبيعيين جدا وكنا نتقابل ونكلم بعض وقبل الثورة وقبل فجأة لقيتهم تحولوا 500 مليون درجة. إيه ده؟ كل ده جواك وتجاه مصر إلا مصر. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وحباها في القرآن أكتر من مرة. ما ينفعش مش مصر بس، أي بلد تانية ما ينفعش تخون بلدك إزاي؟ فدي أنا بصراحة كنت محموقة جدا، ولعلمك كل كلمة أنا قلتها طلعت صح. قلت لهم وفي جواسيس في التحرير، قعدوا يتريقوا عليا. لا كانت مؤامرة كبيرة قوي قوي حقيقي. على قد ما كان فيها دول أولا شوية شباب محترمين كويسين طلعوا كان ليهم مطالب أكتر من كده ما فيش، اللي هي 25 يناير طبعا كانوا كلهم شباب محترم وطالعين ليهم مطالب وليهم حقوق عايزين يتكلموا فيها. الناس التانية بقى ركبت، ركبوا بقى وعملوها ثورة وكبروها ودخل بقى فيها الجواسيس ودخل فيها. طب الداعية اللي عرض عليك الزواج قدرت تتخلصي منه ازاي؟ لا قفلت على طول. ما خفتيش؟ من ايه؟ ضغط؟ ضغط من التهديد؟ لا ولا خفت. محاولة ترهيب تخويف من الله سبحانه وتعالى؟ مين ده؟ لا أعوذ بالله. لا 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 وصلوا للحكم؟ لا وكمان ايه؟ وصلوا للحكم. ويعني يوصلوا؟ ما خفتيش؟ ما هي سنة اللي قعدوا فيها وطلبوني لعلمك أكتر من مرة في السنة دي عشان أحضر معهم، أقسم بيمين الله ما حضرت ولا مرة. طب ليه أنت شخص، ليه أنت التركيز عليك؟ معرفش معرفش. ما بتفتكري عملوا نفس الشيء مع غير فنانات ولا لا؟ ممكن يكونوا عملوا مع ناس تانيين بس أنا معرفش. ممكن لأنه ملتزمة كمان عليا يعني؟ ملتزمة دينيا ممكن ممكن يستغلوا هذا الوضع كمان ممكن. بس طبعا أنا ما قدروش يسيطروا علي خالص. الحمد لله رب العالمين. لا أنا قوية ما تخافيش، قوية بإيماني بالله. وبعدين بعشق بلدي وعارفة مين اللي بيخون بلدي وعارفة مين اللي بيحب بلدي. ربنا برضو مديني حاجة كده الحمد لله رب العالمين، بعرف وبعرف في عيون الناس مين اللي بيحب البلد من قلبه ومين اللي بيكرهها من قلبه. بيبان بان. فلوس ايه ده؟ يكفي انك انت بتبقى نايم كده مرتاح وضميرك مرتاح وضميرك مرتاح. دي كفاية، كفاية انك انت في امن وامان واستقرار. كفاية انك انت امن في بيتك بولادك. شوف الزعر ده، انا ببكي على سوريا واللي حصل فيها والولادي حبايبي اللي بيعيطوا، حاجة مأساة. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ ينعل ابو الفلوس اللي خلت الناس تعمل كده. ليكي بالسياسة عفاف يعني، ليكي تطلعي ممكن تطلعي مداخلة تلفزيونية في حديث سياسي بتفوتي فيه، ولا بشكل عام بتبعدي عن هالتصريحات النارية؟ لا ببعد، علشان انا يعني انا سمعت في عبده باخر تصريح لها لما طلعت وانتفضت وتكلمت اللي ليها واللي عليها. دمها خفيف بصراحة، دمها خفيف. يعني ما زعجك هذا الموضوع؟ نعم؟ زعجك الموضوع أو الطريقة اللي تكلمت فيها؟ طلعت واعتذرت بعدين. هي طبعا بس أنت كمتلقية أول مرة شفت الموضوع في عبده بتتكلم بالشكل ده؟ أنا اتخضيت، اتخضيت في الأول، لكن هي واحدة خايفة على بلدها. كلنا بنخاف على البلد، لأن يكفي أنك أنت يعني الفترة اللي إحنا كنا فيها أنا كنت فاكرة كويس قوي، كنت بصور مسلسلين في وقت واحد. مش عايزه اقول لك العذاب اللي كنا بنتعذبه واحنا داخلين على التصوير واحنا خارجين من التصوير. اتبهدلنا اتبهدلنا في ثوره يناير.
اتبهدلنا بهدله غير عاديه وتكسير ازاز عربيات وضرب بالطوب وضرب مش عارفه ايه. لا كانت حقيقي بهدله. فدلوقتي الحمد لله بتخرجي عادي وبتسهري عادي وبتخلصي سواء تلفزيونك سواء مسرحك سواء عندك تصوير سينما بتخرجي بتروحي بيتك وانت امنه. مش دي نعمه من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا دي نعمه الامن والامان تساوي الدنيا وما فيها. صح. يعني لانه عدم الاستقرار بيأثر العمر. طبعا بيعيشك بقلق كل الوقت بقلق. يعني بتفضلي قلق لامتى؟ فاصل اخير بحلقتنا وبنعود لنستكمل ما تبقى من حديثنا لليوم مع فبشر. انت عماله تجرجريني في كلام يا خبر. ربنا يستر من الحلقه دي. الفاصل الأخير مع ضيفتنا الجميلة عفاف الشايب طبعا والقديرة. يعني محاور عديدة طرقنا لها، ما اكتفينا بالستات، تحيا الستات وتحيا الآراء والماورائيات وكل الأمور اللي تحدثنا فيها. قبل ما نوصل لخواتيم هذا اللقاء، في سؤال دايما بسمعه بس ينذكر اسمك، عفاف الشايب ما بتقدمش مشاهد جريئة، حتى في مشهد جريء سابق عملته المخرج اشتغل على البلورة. أيوة. او الزجاج عشان يموه المشهد. مظبوط. انت كنت ترفضي كل المشاهد الجريئه والرومانسيه؟ انا في بدايه حياتي ولما جيت اشتغل في الفن كان والدي توفى خلاص، فامي اللي تحملت المسؤوليه، قلت لي حسك عينك اشوفك في يوم في مشهد تبقى قلت الادب فيه. قلت لها يعني ايه يا ماما؟ في اوعى والله العظيم الست دي يعني الله يرحمها ويحسن اليها تقول لي لا تتحضني ولا تتباسي ولا حد يلمسك ولا حد يقول لك تلت التلاته كام؟ تخيلي بقى. ولا تلبسي حاجه ملفته للنظر. انا ما جيت اشتغلت سمير صبر الله يمسيه بألف خير يقول لهم عفاف شعيب بتجيب لستة ممنوعات. لستة ممنوعات ده انت عارفة اهو. طبعا لستة ممنوعات تقول لك ده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع. انا لما جيت عرض عليا خدعتني امرأة وجاني كنت لسه متجوزة جديد وجاني المنتج البيت وهو المخرج في نفس الوقت الأستاذ سيد طنطاوي الله يرحمه. فقال لي حتة دور. قلت له طب سيب لي السيناريو. ساب لي السيناريو قريته، كانش فيه موبايلات بقى ولا الكلام ده، كلمته في البيت ما حدش بيرد، فضلت اكلمه هو يكلمني ما يلاقينيش وانا اكلمه ما الاقيهوش. طبعا تليفونات البيت انت عارفه كانت عذاب برضه. يعني لغايه ما ايه كلمني الساعه واحدة بالليل رديت قالوا مين؟ ايوه ولا سيد طنطاوي. قلت له انت يا استاذ ازاي تتجرأ وتبعت لي سيناريو زي ده؟ قال طب اهدي. قلت له اهدى ايه؟ ده فيها طلاق، ده فيها خراب بيوت، ده فيها مصيبه. دي كنت متجوزه؟ كنت لسه متجوزه جديد. قال طب انا جاي لك. قلت له لا تجيني فين؟ قال لي طب اجي لك بكره الصبح. قلت له خلاص تعالى الساعه 11 يكون رياض صاحي. جه فعلا 11 الصبح. جه وقعدنا قلت له يا استاذ سيد انت عارف انت جايب الفيلم ده لمين؟ قال لي قلت له لمين؟ قال لي لحضرتك. قلت له حضرتي مين؟ قال لي عفاف شعيب. انا مين؟ قلت له طب انت عارف انا يعني في أدوار اللي أنا بختارها إيه؟ قال لي عارف. قلت له طب أنت شفت أول الفيلم إيه؟ راح ماسك السيناريو وراح قاطع الورق قال لي مالكيش دعوة بالكلام ده. أصله في أول المشهد وهي بتتخانق وبتزعق ومعرفش إيه فوتنا ده. ماشي أوكي. وبعدين جه بقى في المشهد اللي هو لما بيروح لها البيت وعلشان الكوديا اللي بتعملها نبيلة السيدة الله يرحمها وكده ومعرفش إيه فبتغلط الغلطة دي. قلت له أستاذ سيد انت عارف انت جايب السيناريو ده لمين؟ قول لي والمصحف عارف وحياه ولادي عارف. قلت له طب مش دوري. قلت له طب روح في فنانات كتير احسن مني يعملوه. قال لي انا عايزك انت. قلت له طب ليه؟ لقيت حتى ساعتها الاستاذ محمود ابو زيد كلمني وهو قاعد وقال لي بصي الدور ده فيه هدف وقيمه. قال لي الدور ده عشان الناس تصدق ان البنت وهي بتطلب المحامي بتقول له صلح غلطتك الناس هتصدقها. لو اي حد تاني الناس مش هتصدقه.
قلت له يعني انا الناس هتصدقني؟ قال لي اه. قلت له طب المشهد ده انا مش هعمله. قال له مين قال لك انك هتعمليه؟ قلت له طب هيتعمل ازاي؟ قعد بقى الاستاذ سيد طنطاوي وقعد الاستاذ محمود ابو زيد على التليفون، قال لك ده هيتعمل ما تخافيش ما تقلقيش. قلت له كل ده يتكتب في العقد. وكتبت في العقد وقعدت اكتب كذا 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 وانا اكتب وهو يمضي، انا اكتب وهو يمضي، انا اكتب وهو يمضي على كل بند بكتبه، علشان ايه؟ ما يقوليش لا انت ما قلتيش او ما عملتيش، يكون في موافقه، يكون في موافقه. فخلاص. فالراجل في الحقيقه حقيقي كان محترم جدا وملتزم. وعملوه عملوه ازاي؟ بشكل جاب الازازه كده بلوريه وقعد يلففها وبطريقتهم بقى، طريقه الاخراج يعني كان هو ده اللي بيحصل. وما حصلش ولا لمسني لا من قريب ولا من بعيد. مع حسين فهمي طبعا. حسين فهمي للتنويه. حتى حسين فهمي يقول يا عفاف ما تعقديش الدنيا. حسين انت ما تتكلمش خالص. حسين لذيذ يعني، حتى الشغل معاه لطيف يعني، مش معقد ولا لا لا يعني، والسباب براحتها خالص يعني. فتعمل المشهد ونجح الفيلم، قعد 41 اسبوع من ضمن الافلام من النجاحات الكبيره. نجح يعني، حتى كده كان بيكتب تاني فيلم بعد زوزو، بعد سعاد حسني الله يرحمها. فكان قعد الفيلم بتاعها 45 اسبوع. ده قعد 41 اسبوع. انت ليه قلت لاحمد زكي لو اديت دور عبد الحليم هتكون دي نهايتك؟ الله يرحمه. اقول لك ليه؟ احمد زكي واحنا في سنه اولى في المعهد كان صوته حلو جدا قوي فوق ما تتخيلي. كويس. فكان يقعد يقلد مين في سنه اولى؟ كان يقلد جمال عبد الناصر وبس، اخليه يتكلم وانت عامله كده كاني فعلا عبد الناصر. تسمعي عبد الناصر يغني عبد الحليم موعود كاني عبد الحليم. تخيلي. جه السادات رحمه الله عليه فبقى يقلد السادات. فهو لما اشتهر وبقى نجم كبير جه قال لي عفاف انا نفسي عارفه اعمل ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي نفسي اعمل جمال عبد الناصر، ويشاء ربك يبعت له بعد ما اشتهر وتعرف يبعت له الاستاذ محمد فاضل في فيلم ناصر 56. بعدها هو قال انا هنتج السادات. قلت له طب يلا ورينا شطارتك. حتى ساعتها رهن شقته ومش عارفه ايه، وقال لي انا بقيت مزنوق ومش عارفه اعمل ايه. قلت له ان شاء الله الفيلم هينجح وان شاء الله تعوض الخساره اللي راحت يعني كده. جاني بقى قال لي، كان هو قبلها بكام يوم معزوم عندي، قال لي انا بصي نفسي اكل باميه من الباميه بتاعتك وهجيب هيثم معايا. كان هيثم لسه صغير. قلت له طيب يا احمد اهلا بيك. قال لي بصي وما تنسيش تجيبي لي فسيخ. قلت له فسيخ يا مجنون مع باميه؟ يقول لي ماليش دعوه. التركيبه دي والله العظيم تركيبه غريبه. قلت له ما فيش. طب اجيب لك فسيخ منين؟ كان مترو ده لسه فاتح جديد جنبي في المهندسين، ورحت جايبه فسيخ بفيونكه حمراء كده وشكله جميل وموضبينه توضيبه غريبه الشكل. طيب هتيجي الساعه كام يا احمد؟ قال لي 5 بالظبط هتلاقيني انا وهيثم داخل عليك. قلت له طيب. 5 6 7 8 10 11 12 1 ما جاش. قلت شرف امي ما انا مكلمه ولا معبره خلاص، ولا اتصل ولا اعتذر ولا حاجه ابدا. تاني يوم بقى الساعه 9 الصبح مصحين، انا اسف معلش اصل انا كنت بمضي حليم. قلت له حليم مين؟ قال لي عبد الحليم. قلت له عبد الحليم مين؟ قال لي عبد الحليم حافظ. قلت له بتمضي مع مين؟ قال لي مع عماد الدين اديب. قلت له هينتج حليم؟ قال لي اه. قلت له انا بصراحه مش عاجبني الكلام ده. رحت قافله سكه في وشه. فيش ساعه وكان عندي في البيت. انا اسف ومش عارفه ايه. قلت له انت هتعمل حليم؟ قال لي اه. قلت له على فكره دي نهايتك. قال لي ليه بتقولي كده؟ وتشنج عليا. ليه بتقولي كده؟ قلت له ما اعرفش احساسي يا احمد. انت كنت عاشق الثلاثه دول. فده هيبقى نهايتك، والنبي يا احمد بلاش تعمله. قال لي لا هعمله، ده انا مضيت وخدت فلوس. قلت له احمد خد بالك، فال وحش ورب الكعبه زي ما بقول لك كده. خد بعضه ومشي، ما سالش فيا. قال هعمله يعني هعمله. قلت له انت حر. جه بقى بعدها
كده بفتره قبل ما يعيا بقى العيا الكبير ده، جه قال لي عفاف انا هتجوز. قلت له طب يلا ربنا يهنيك، مين العروسه؟ قال لي هقول لك عليها بعدين. قلت له طيب بس كويسه؟ قال لي اه كويسه قوي. قلت له اوعى يا يومين وكلمني. قال لي لا خلاص العروسه اتفركشت وشوفي لي عروسه تانية. قلت له لا انت بتاع مقالب وانا ما اجيبش ولادي الناس تبهدلهم. قال لي لا والله العظيم ثلاثه هاجي. كان في بنت من الجامعه الامريكيه وكان معجبه قوي باحمد زكي، قلت اما اجيبها تعرفي عليها. اه فقلت له احمد في بنت من الجامعه الامريكيه وبنت اموره قوي وبنت ناس قوي وراقيه جدا ومحترمه جدا مش عارفه ايه. قال طب خليها تيجي وانا هاجي اشوفها. قلت له احمد. قال لي لا خلاص والله. قلت له احمد اصل انا عارفاها ده بتاع مقالب يعني. قال لي والله ورحمه ابويا هاجي. قلت له ما تحرجنيش مع البنت، مش زي اكله الفسيخ والباميه. وقعدت بقى عايره بالاكله اللي اتعملت وما جاش. من الساعه 5 للساعه 1 واحده بالليل. فقال لي والله العظيم جاي. قلت له طيب. وفعلا ديت البنت معاك بس ما قلتلهاش ليه. فالبنت بتقول لي حضرتك في حاجه ما دام عفاف يعني ممكن امشي؟ اقول لها طب استني شويه بس. جت الساعه 6 7 8 9 يخرب بيتك يا احمد. اتصل بيه قافل الموبايل بتاعه، كان لسه بقى الموبايلات جديده. اتصل بيه قافل الموبايل. طب وبعدين؟ البنت بقى الساعه 10 قالت لي معلش ما اقدرش اتاخر اكتر من كده ما دام عفاف يعني. ضيفتها وكل حاجه وقعدنا ونرغي وهي مش عارفه ليه. فالمهم بقى برضو كالعاده بيكلمني واحده بالليل. قلت له انت ندل وانت اوعى تاني مره تكلمني ولا ترفع سماعه التليفون، انا مش عايزه اعرف. وقعدت بقى فعلا كنت متضايقه منه جدا. طبعا موقف سخيف يعني، تاني مره يحطني في مواقف سخيفه. فالمهم قال لي معلش غصب عني وخلاص فوتت له دي. جه بقى قبل بقى العيا الكبير بتاعه ده يا حبيبي الله يرحمه يحسن ليه، قال لي انا خلاص بصور الفيلم بتاع حليم. قلت له طيب يا احمد معاك ربنا بقى. قال انت متضايقه؟ قلت له ما اعرفش. انت احساس شعور؟ ما اعرفش، حسيت لانه عشق الثلاث شخصيات دول من ايام المعهد. من ايام المعهد. كان بقول لك تسمعيهم عشق. طيب. لا وعملهم فعلا باتقان. طيب. الثلاث شخصيات. واثناء التصوير؟ اثناء التصوير ابتدى يتعب بقى، او هو كان تعبان وما كانش عارف. في حبيبي بقى قعد يعني طبعا زبانيه جهنم برضو تلموا عليه اعمل الفيلم مش عارفه ايه رصيد ليك عشان هيثم مش عشان هيثم يعني عشان يسيب له حاجه يعني كده. هو كان بيحب هيثم جدا جدا طبعا روحه متعلقه فيه. ويقول له دي عمتك عليا انا، دي عمتك اخت ابوك اللي مش من امي وابويا، دي عمتك اللي وقفت جنبي وساعدتني. كان وهيدا اللي معظم الناس بتعرفه عنك عفاف، بغض النظر الناس اللي بتحبك او بتتكلم او بتنم، انه انت حدا طيب جدا من جوا بكل تصرفاتك وافعالك، وحتى لما بتكوني موجوده وجودك سلس، فيه لباقه، فيه طيبه، فيه من الروح الحلوه. الحمد لله. تنختم حديثنا لليوم صح بعنوان تحيا الستات، بس فتنا بمواضيع كتيرة مش قوي. بعيدة حتى عن الستات، لأنه نحن عم نحكي من وجهة نظر امرأة أو ست وتجاربها بالحياة. ختاماً، الحياة علمتك إيه بشكل سريع؟ علمتني حاجات كتيرة قوي. أبرزها اللي هي نصيحة بتعطيها اليوم لكل صبية، لكل سيدة، لكل حدا بيشوفنا، بتقولي له إيه؟ هقول لكل الناس اعمل الخير وارمي البحر وما تسألش، حتى لو الناس ما قدرت هذا الأمر، حتى لو الناس ما قدرتش ربنا اللي هيقدرك. وبلاقي ده والله العظيم، بلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل معايا حاجات جميلة بشكل مش عايزة أقولك. ببقى في مواقف صعبة جدا بلاقي ربنا سبحانه وتعالى، يعني ممكن أكون مزنوقة مادية قوي ماديا ولاقي ربنا فرجها من أوسع الأبواب. وممكن يكون معايا مليم ودي لحد محتاجه، الاقي ربنا بعتهولي قده بشيلون مره. بعوض. فانا يعني اعمل الخير واعمل الخير على قد ما تقدر. اوعى يكون جواك شر لحد، لان الشر ما بيجيبش الا الشر. وهيتقلب عليك. وهيتقلب عليك في النهايه، ودي حقيقه والله.
وربنا يبعت لك الخير اكثر واكثر. انت بتستاهلي يا رب، والناس جميعا يا رب. قد ايه بدي اقول لك اليوم كنت سعيده، وانا كمان سعيده معك قوي والله حقيقي، وكل التوفيق بدي اتمنى لك والمزيد من هالراحه النفسيه. يا رب يا رب ان شاء الله. واذكرينا دائما بدعواتك وبصلواتك. انت جميله وكل الناس بتحبك، وانا بحبك، ومصر ولبنان بيحبوكي. حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. بيقولوا القلوب بتتشابه. القلوب شواهد صحيح، وبتتشابه كمان. شكرا كثير لك عفاف الشعيب على حضورك وتواجدك معنا، نورتينا. ومشاهدينا انا كمان بدي اشكر متابعتكم لنا، على امل اللقاء قريبا جدا في حلقه اخرى من تحيا الستات. تحيا الستات.